التفاصيل الموجودة في أعضاء هذه الحيوانات. مثلاً إذا رأيتم مثلاً محركات الطائرات تجدون أن المحرك هكذا وفي وسطه كأنه شيء من الـ يعني في وسط المحرك يكسر الهواء. نعم. إذا لم يوجد هذا الجزء في وسط المحرك فإن المحرك سينفجر. من أين أخذوا هذا؟ من العظم الموجود في أنف الصقر. الصقر يسير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. نعم، حاول أنت إذا كانت السيارة 100 كيلومتر أن تخرج رأسك وحاول أن تتنفس. لن تستطيع أن تتنفس. لماذا إذن الصقر عنده عظمتان في منخاره تكسر الهواء بحيث لا تخنقه وهو يسير بسرعة كبيرة جدا؟ هل هو الذي أوجدها في نفسه؟ من علمه بأنه سيسير بهذه السرعة ويحتاج إلى ذلك؟ من أوجد له هذا النظام؟ نعم، أنظمة عجيبة جدا، يعني متطورة جدا. هل طورت هذه الحيوانات؟ كل أنظمة الطيران الموجودة الآن، الطيران المدني أو الطيران العسكري، هي عبارة عن استنساخ لحركة طيران الطيور. تخيلوا بعض الطيور النورس مثلا تستطيع أن تطير، تذهب تدخل في المحيط وتعود مسافة 1500 إلى 2000 كيلومتر بغرف ضربة جناح واحدة. عندما تقلع من الهضبة تسير تطير زوال 2000 كيلومتر ذهاب 1000 إياب بضربة جناح واحدة، وتتحرك مع ضغط الهواء المرتفع والمنخفض، وعندها أجهزة متطورة جدا تستشعر بها حركة الهواء والضغط. من أعطاها هذه الأمور؟ يجب أن تفكر فيها، لأن لو لم توجد لها هذه الأنظمة لما وجدت هذه المخلوقات. فهل تظن بأن هي من طورت هذه الأنظمة؟ نحن البشر الآن لا نستطيع أن نطور هذه الأنظمة. الدولفين عنده نظام جي بي إس بالضبط هكذا، يستطيع أن يحدد به المواقع وهو موجود في دماغه، ويحلل ويرسل الأصوات، ويستطيع أن يحرك يعني مجال كبير جدا يصل إلى 100 كيلومتر. من هو الذي صنع هذا؟ هو لا يعرف أن يكتب حرفا. من أين جاءه هذا؟ وهي أمور دقيقة جدا. من أغرب ما يقرأ القارئ أن نظام الإنترنت هذا عجيب جدا. باحث في جامعة ستانفورد في سنة 2012 قالوا بأن أول من استخدم الإنترنت وهي مشاركة المعلومات إدخالا وإخراجا من فضاء معلوماتي هي النمل. واكتشفوا بأن النمل له كثير من طرق التواصل، متقدم جدا في التواصل، يتواصل حركيا ويتواصل بالشم ويتواصل بالذبذبات. واكتشفوا بأن النمل يقيم مجالا بالذبذبات بحيث تكون قرية النمل، يمكن لكل نملة أن تدخل في المجال وتأخذ المعلومات، وتكون هذه المعلومات في الغالب هو مكان القرية، مكان الطعام والتهديدات التي تهدد النمل. ويمكن لأي نملة أن تدخل على المجال وتستخرج المعلومة أو تضع المعلومة، وسموه أنت انترنت. أنت النمل انترنت. وأنا فكرت في قوله تعالى وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده من يشعرون. فالقرآن قالت نملة نكرة، يعني لا يهم أن تكون أنت السجن لترسل رسالة لكل النمل. نعم طبعا. ولهم حتى اكتشفوا الآن عجيب جدا عالم النمل هذا، الآن حتى الجامعة نفسها اكتشفوا بعض اللوغاريتميات التي يستخدمها النمل لاكتشاف النمل العدو. والآن الجامعة تقول بأن هذه اللوغاريتميات متطورة جدا، وأن البشر إلى الآن لم يستطيعوا الوصول إليها، وهم يحاولون محاكاتها. من أجل ماذا؟ من أجل تحصين الأنظمة، أنظمة الإيميلات يعني فكرة السيكوريتي، الأمن السيبراني. وأن النمل تستخدم طريقة عجيبة جدا لاكتشافها. ما هذا؟ هل يمكن أن يأتي هذا من لا شيء؟ نحن نتحدث الآن عن نمل يستخدم لوغاريتميات نحن الآن لم نستطع الوصول إليها في علم الإنترنت. عجيب جدا. هل يمكن للصدفة أن تقوم بشيء هذا؟ مستحيل. فإذا يمكن أن تقول
هذا مثلا نأخذ مثال عن الزرافة مثلا. الدارويون دائما يقولون للناس بأن الزرافة طالت رقبتها لأن الطعام لم يكن قريبا فطولتها، وهذا غباء. على كل حال النظر إلى الزرافة مثلا أمر عجيب جدا، خلقها كله مرتبط بحجمها وطول رقبتها. أعطيك مثال، حتى يصل قلب الزرافة حتى يضخ الدم إلى دماغها مرتفع جدا. فإذا قلب حيوان عادي وقلب الزرافة لا ينبغي أن يكون بنفس الحجم، لأن الضخ يحتاج إلى قوة، واضح؟ فإذا القضية ليست أن رقبة طالت، لا 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 لا. الآن القلب الدم حتى يصل إلى الدماغ يحتاج إلى مضخة، وأيضا سيقانها طويلة. الدم عندما ينزل إلى السيقان يجب أن يصعد. الآن انظروا إلى سيقان الزرافة، رقيقة جدا وجلدها ضخم ويعني مضغوط جدا على سيقانها. الناس اللي عندهم إشكال في مع الطائرات دائما الطبيب يقول لك شري دي باك ضيقين تلبسهم باه الدم ما يحبسكش في رجليك. هكذا منين جابوها؟ من الزرافة. فإذا الزرافة القضية مش أن رقبتها فقط طالت، سيقانها مخلوقة بالضبط حتى يمكن للدم أن يصعد بسرعة. الآن تخيلوا هذا القلب الكبير جدا للزرافة، الزرافة لا تأكل من أعلى فقط، ينزل رأسها إلى أسفل. تخيلوا بأن قوة الضغط هذه الموجودة في القلب ترسل الدم مباشرة إلى دماغها. لو يذهب الدم مباشرة إلى دماغ الزرافة دماغها ينفجر، ينفجر. الآن قبل الدم الذي يأتي مباشرة إلى الدماغ هناك نوع من شبكة، العروق تصل ثم تتحول إلى شبكة حتى كما دايرين نحن هنا التونيل تاع لافونتين، ثم نحبسوا بها حركة السيارات تدخل ببطء. مش قادرين مش حالين مش القضية مش قادرين يحلوا الإشكال، ما مش حابين، لأن يكون يحلون سيارات كبيرة تدخل للمدينة فيحصل إشكال، فيصنعون الاختناق عن قصد. هذا في دماغ الزرافة. إذا نزلت تأكل الدم ينزل بقوة ولكن لا يذهب مباشرة بل يدخل في أنظمة. من هذا؟ هذه هندسة. العروق نفسها تخيل، العروق نفسها من الداخل فيها نظام التوقيف الآلي الأوتوستوب، بحيث أن الدم يصعد وهناك شيء يسكره موجود الآن، يستخدمها الآن في نقل السوائل خاصة حتى لا يعود الماء مثلا في الأعلى، يصعد وهناك أشياء توقفه ما يقدرش يولي الله. تخيل عروق، العروق داخل فيها موقفات للدم بحيث لا يعود. هل كل هذا بالصدفة؟ كل هذا بالصدفة؟ احنا نجي نوريوها لنا بلي راسها تكسر، هاك مش قضية راسها تكسر، كل شيء فيها مصنوع بدقة وإتقان. هذا الأمر الموجود في كل أنعام الحيوان وعالم النباتات كلها، من أين جاءت به؟ أين تعلمت؟ هل هي التي وضعت هذا؟ عجيب جدا. هذا يدل ببساطة ببساطة على أن هناك مصمما حكيما عليما قديرا، لا صدفة ولا هم يحزنون. Donc j'ai dit que parmi les grands arguments, on parle de la fitra dans le monde des humains, mais on parle de l'instinct, le ghariza, dans le monde dans l'arène animale. Les insectes, les oiseaux et tout. Et pratiquement, tu ne peux pas prendre n'importe quelle créature où tu vas découvrir des merveilles. Des merveilles. J'ai cité que, par exemple, j'ai cité beaucoup d'exemples en arabe, mais je vais peut-être donner d'autres exemples en français. Il y a par exemple le monde des abeilles et des fourmis. Ça, c'est vraiment un monde très organisé. D'ailleurs, dans le Coran, on a surat al-Nahl, le chapitre des abeilles, on a aussi surat al-Naml, des fourmis. Ça, c'est des mondes, des nations qu'on doit méditer, on doit apprendre aussi. Allah Ta'ala a dit que le premier fils Adam qui a tué son frère, Allah Ta'ala, pour l'enseigner, il a envoyé un corbeau. ليعلمه كيف يواري زوجة أخيه afin qu'il enseigne comment il couvre son péché. Donc on doit apprendre, c'est une université ouverte. Donc dans le monde des abeilles, il y a une sorte d'abeille سميوها النمل الحفار. Il y a une abeille qui creuse des trous dans le sable.
souvent elle est un peu grande. Elle vit pas en, en groupe, elle vit elle est solitaire. كيما النملة العامية هذيك كبيرة هذيك غران تابي كيسك هي في ها سي با فورمي سي نبي النملة النملة النحل الحفار النحل النحل سي با النمل النحل سي لابي لابي الي دو غران دو تاي elle vit pas je parle pas de l'abeille du miel non je parle de l'abeille la nemle hafar il est plus grand il est grand il est solitaire il vit vraiment il vit pas en groupe le suivant qu'est-ce qu'elle fait elle creuse des trous elle met ses œufs pour les futurs enfants mais qu'est-ce qu'elle fait elle fait ça et chaque là où il y a une œuf elle creuse une dizaine de trous. Il y a juste une qu'elle va l'utiliser, l'autre c'est juste pour du camouflage. Un, c'est déjà il faut penser qu'il y a des ennemis et que creuser plusieurs trous, ça c'est déjà c'est une stratégie. Qui l'a enseigné ça à faire ça? Un, deux, pour chaque trou, elle fait une sorte de porte, une sorte de porte. Elle le fait avec du salive et du truc que Allah subhanahu wa ta'ala donne. Plus, pour le futur abeille, qu'est-ce qu'elle va? Elle va chasser une autre victime, je ne sais pas, une mouche. Elle ne le tue pas, elle le pique avec une sorte de poison qui le garde fraîche. Pour, afin que, une fois l'œuf de cette abeille va donner la nouvelle progéniture, elle va trouver du quoi à se nourrir le moment où elle va être indépendante. Ok. Ensuite, elle ferme ça. Le problème est le suivant. Ce genre d'abeille, quand elle meurt, donc elle fait tout ça, ensuite elle part. Elle va mourir. La nouvelle, elle ne va pas voir ses parents, elle ne va pas voir sa mère. Et elle va refaire la même chose. Qui l'a enseignée à faire tout ça? Elle va faire la même chose. Elle ne va pas voir. Elle va faire la même chose. Qui l'a enseigné à faire ça? Elle va creuser plusieurs trous, elle va faire la même chose. Et chaque étape, c'est une stratégie, c'est du savoir. Si vous entendez parler de le grand alim irakien, Fadl al-Samurai, celui qui explique le Coran avec les petites nuances de la langue arabe, Fadl al-Samurai, il était athée, lui. Et cette histoire qu'il a le fait rendre à la foi, une autre fois. Il a dit, oui, je comprends, oui, tout ce processus, c'est correct. Mais une fois les parents ne sont pas là, et l'enfant va faire la même chose, sans enseignement. Qui l'a enseigné ça? C'est impossible que ce le hasard qui fait ça. Il y a quelqu'un qui a instauré un programme. Et vous pouvez voir ça dans tout le monde. Donc l'instinct qu'on trouve, par exemple, dans toute la mer, les oiseaux, les aigles, je ne sais pas, chaque créature a des merveilles qui nécessitent du savoir très avancé pour calculer, pour avoir. Mais malgré ça, ce sont des animaux, mais malgré ça, ils ont tout ça. Est-ce que si la nature aveugle, inconsciente, qui a donné par hasard tous ces programmes très avancés, c'est impossible. Donc il y a une conscience, un pouvoir qui a fait ça par exprès. Taïb. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-dalil al-awwal ala wahdaniyyatillah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ja'a fi surati Ar-Ra'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Am lahum shuraka'u خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار التشابه في الخلق إذا نظرنا إلى الكون نجد بأن هناك تشابها في الخلق في كل مجال من مجالاته مثلا إذا نظرنا إلى عالم الحيوان الحيوان كلمة حيوان معناها الممتلئ حياة ولهذا الله تعالى سمى الدار الآخرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أي الحياة الحقيقية فالحيوان هذا هو المخلوق الممتلئ حياته خاصة بالحرق طيب
عالم الحيوانات نجد بأن في الشكل الظاهري الموجود فوق الأرض كله نجد بأن هناك رأساً أطرافاً أربعة في المجمل، نعم، وفي الرأس هناك أذنان، عينان، أنف، فم واحد في المجمل. تجد هذا في الطيور، لها عينان من خرفة وأذنان، أطرافها جناحان ورجلان. داخل الأعضاء، داخل الجسم، تجد قلباً، رئتان، كليتان، جهاز هضمي، جهاز تناسلي، واضح. وهناك مادة أساسية، الماء مكون أساسي، ثم هناك دم وبلغم، جهاز عصبي واحد متشابه. ذهبت إلى أستراليا، إلى كندا، داخل تحت الأرض، فوق الأرض، عالم الحيوان متشابه، صح؟ معي. إذا ذهبنا إلى عالم النباتات، يعني حتى عالم الحيوان حتى في البحر، يعني تذهب إلى السمكة لها عينان، فم، أنف، زعانف تقوم مقام الأطراف وأعضاء. طيب نعم، هناك خصائص لكل مخلوق. بعض المخلوقات عندها مثلا أعين ربما أكثر، لأنها خاصة في الأسماك مثلا تحتاجها، نعم. وفي الغالب حتى وإن كان عندها أكثر من عينين، مثلا الذباب إذا رأيت تجد بأنها عينان فقط، ولكن كل عين فيها مثلا 100 عدسة، شيء آخر، ولكن في الظاهر عينان، يعني لا تخرج عن النظام العام. أو بعض المخلوقات الله تعالى يضيف لها أو ينقص بحسب حاجتها، فتجد مثلا البعير ما عندوش بنكرياس. لماذا؟ لأنه لا يحتاج أن تنظيم الدهون، هو يحتاج الدهون بكثرة ويخزنها في السلام. فإذا القضية ليست قضية أنه هو لا يحتاجها. وحيوانات أخرى تجد بأن حجم القلب كما ذكرنا في الزرافة كبير جدا، لأن طول العنق وطول الأطراف يحتاج إلى قوة في الدفق وهكذا. فإذا ولكن نظام الخلق واحد، واضح. إذا ذهبنا إلى النباتات تجد عالم النبات مبني على قاعدة أن هناك اتصال بالأرض، عروق تستخلص من الأرض ما يحتاجه النبات ثم ترسل إلى الفروع، هذه الطاقة. حتى النباتات التي لا تغرس، هناك بعض النباتات الصحراوية عجيبة جدا مثل الكرة تحركها الرياح، هي نبتة تذرها الرياح، تدفع الرياح، عروقها موجودة في أطرافها من الخارج، عندما تدور تجمع قطرات الندى وترسلها إلى فهي نبتة متحركة هكذا. ولكن نظامها كنبتة واحد، أن لها عروق تأخذ الطاقة وترسلها إلى الجذر ثم إلى الفروع. تختلف الألوان الأحجام ولكن النظام واحد. الآن كون هذا التشابه في الخلق يدل على أن الخالق واحد. هذه الآن الله سبحانه وتعالى ليس فقط خلقه متشابه، بل أيضا كل ما يأتي منه متشابه. القرآن كلام الله، صح؟ الله تعالى ذكر وصف القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كتاب متشابه. لماذا؟ لأن تشابه الكلام يدل بأن المتكلم واحد. لهذا الآن التوراة مثلا، التوراة ليست كتابا متشابها، بل هناك النص ما يسمى بالنص الإلهيمي، وهناك ما تسمى بالنص اليهوي. فرق كبير بين نصف التوراة الأول الذي ينظر إلى الإله على أساس أنه بشر كبير جدا لا يرى لا يسمع، وبين ما بعد أن تطورت وصار يسمى يهوى، إله متعالي خالق السماوات والأرض. النص مختلف، وهم يقولون هذا، يقولون النص الإلهيمي حيث كان الرب يسمى إلهي، وبين النص الذي يسمى الرب يهوى. لما؟ المضمون مختلف، فإذا الكاتب مختلف. هذه طيب انظروا إخواني الكرام، التشابه هذا في الخلق سيستمر إلى ما بعد الموت.
إن شاء الله نكون في الجنة. قال الله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. الله متشابها. قال ابن عباس قال ثمر تمر كتمركم وعنب كعنبكم ورمان كرمان. الاسم الاسم إلا أن الحجم الوزن غير الوزن والذوق غير الذوق، فهي رمانة ولكن كبيرة جدا ذوقها، ولكن الشكل إذا رأيت هذه رمان، هذا موز، هذا عنب، هذا لماذا؟ لأن الخالق واحد. ونحن أيضا حتى في الجنة الله تعالى قال بأنهم لا يسمعون، فإذا نسمع صح، يحلون فيها من أساورة من ذهب، فإذا نلبس ونحلى، يأكلون يشربون يسقون متكئين، ما معنى هذا؟ فإذا سنحافظ على هذا الشكل الإنسان، ما معنى هذا؟ أن الخالق واحد. الفكرة الأساسية إخواني، هذه الفكرة، فكرة التشابه في الخلق، أخذها داروين، راح درجة اكتشف بأن هناك كان ذكي، معلوم ليش تكتشف ذكي، أن هناك تشابه بين السمك وبين الطيور وبين الحيوانات، اكتشف اللي كامل عندهم عينين وعندهم زعارف وعندهم هذه أطفال. فعوض أن يصل إلى النتيجة المنطقية أن ما دام هناك تشابه في المخلوقات فإذا الخالق واحد، هو قال لا، ما دام المخلوقات متشابهة إذا خلق بعضها من بعض. إذا الملاحظة صحيحة والنتيجة خاطئة، النتيجة خاطئة. الآن أنت عندما تنظر إلى مثلا شركة مثل فولكسواجن، ما بين الجولف والشيتا والباسات والتيغوان والأطلس أنت ما بين هذه كلها، هناك تشابه أم لا؟ هناك تشابه، نعم، في أنظمة، في المحركات، الحجم يختلف. هل هذا يعني بأن الباصات كانت جولف أو أن الأطلس كانت تيغوان مثلا؟ نعم، فهذا هو يعني داروين الآن يكون يشوف آيباد ويشوف آيفون يقول للآيباد كان آيفون، هكذا هذا خلق من هذا، ولا يفهم بأن الآيفون والآيباد والماك كلها مصنوعة من شركة واحدة. نعم، لهذا هو كتابه اسمه On the Origin of Species، أصل الأنواع. فإذا بالنسبة له كان يبحث عن الأصل، واكتشف بأن كل المخلوقات لها أصل واحد. عندك الحق، على بالكم مش معنى اسم الأصل، يعني ما اسم الله في اللغة العربية، طيب ألف لام إلا، هذا هو الإل، ألف لام للتألف، إله الهاء تعود عليه، هو هو إل، فإذا اسم الله إل مثل جبرائيل ميكائيل، اسم الله هو إل، إله معناه هو إل، الإله الله الإله الحق، بس مش معنى إل، الإل موجودة في القرآن الكريم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الإل في لسان العرب هو النسب الشريف. لعمرك إن إلك من قريش كإل الفيل من ولد الأتاني. الإل هو الأصل والمنبت الشريف. هل هناك أنبل؟ معنى إذا إل معناها الأصل النبيل، لوريجين نوبل. اقرأ وربك الأكرم لي يتونسيير لو بلو نابل، إذا معنى الله، الله معناه لوريجين لو بلو نابل، وهو كان يحوس على the origin of species. إذا من المفروض يصل إلى الله مش إلى واحد الخالق. نعم، فإذا فقط حتى أجمل الفكرة أن الدليل بأن الخالق واحد هو التشابه بين في الخلق، التشابه في الخلق. طبعا هذا التشابه موجود من عالم الميكرو إلى عالم الماكرو كله، وقلنا بأن هذا التشابه سيبقى إلى ما بعد الموت، والتشابه هذا كما هو موجود في خلق الله موجود في كلام الله،
فإذا هذه فكرة التشابه ليست فكرة ثانوية بل هي فكرة أصلية. Bon, la preuve de l'unicité de Dieu selon le Coran, c'est la ressemblance entre les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ra'd a dit, est-ce qu'ils ont, à part Dieu, d'autres dieux et déesses, qui ont créé des créatures de telle façon, la créature de Dieu et les créatures de ces faux dieux se mélangeaient. Dit, en réalité, Dieu est le créateur de toutes les créatures. C'est-à-dire que si on voit dans toutes les créatures, il y a une sorte de ressemblance que Darwin a remarqué. Quand il a fait son voyage, il a remarqué qu'il y a une ressemblance entre toutes les créatures, entre les poissons, entre les animaux, les insectes, les oiseaux et tout. Et il a vu une forme un peu homogène. Il y a une tête, des pattes. Il dit organes, la tête souvent elle a deux oreilles, deux yeux, un nez avec deux trous, une bouche avec une langue, il dit dents et ainsi de suite. Si le même système qui se répète partout, il y a une différence selon chaque créature, mais c'est le même. Donc on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala se base sur cette chose qui est très visible pour arriver tout court que si toutes les créatures se ressemblent, automatiquement, le créateur est un. Mais Darwin, au lieu d'arriver à cette conclusion, il a dit la ressemblance entre les créatures veut dire que ces créatures, l'une vient de l'autre. Voilà. Donc, une bonne observation, mais une très mauvaise conclusion. Je ne pense pas qu'il a fait ça par hasard. Mais, donc, il s'est basé sur un argument que Allah Ta'ala utilise pour prouver son unicité, pour nier l'existence d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, c'est une façon très diabolique pour dire ça. J'ai donné un exemple trop court. C'est, si on voit par exemple n'importe quelle marque de voiture, ou n'importe quelle usine qui fabrique des choses, tout le temps, il y a une ressemblance. Maintenant, il appelle ça la trace, c'est-à-dire les voitures. Toutes les voitures, il y a des sedans, des berlines, des VUS, familiales, commerciales et tout. Mais maintenant, nous, si on voit par exemple de loin, on peut distinguer Honda de Hyundai, de Lexus, de Mercedes, de BMW. Oui ou non? Malgré que la gamme est la même. Chaque entreprise, chaque marque, elle garde une trace. Une trace. Donc pourquoi nous, on ne voit pas des humains qui sont complètement différents? Ça c'est un. S'il y avait 2, 3, 4, 5 dieux, on va trouver un de telle forme, l'autre comme ça c'est Hyundai, ça c'est Honda, ça c'est Lexus, oui. Mais on se ressemble nous, non? Hein? Oui ou non? Cette ressemblance, c'est la base de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit que Allah ta'ala dit que cette ressemblance va rester même après cette vie, dans l'autre vie. Dans le paradis, Allah Ta'ala dit que les gens du paradis vont recevoir des fruits qui ressemblent à celles qui se trouvent sur terre. Ibn Abbas, dans l'explication de ce verset, il dit du raisin comme votre raisin, des dattes comme les dattes, et du melon comme votre melon, mais la taille et le goût se diffèrent. La forme, c'est le même. Mais la taille, le goût, c'est complètement différent. Pourquoi Allah Ta'ala a gardé ça? Pour prouver que celui qui a créé la terre, avec le même qui a créé le paradis. طيب, دليل آخر. أتابعنا الترجمة. Déjà une heure. إذن, الدليل على أن الخالق واحد هو التشابه في الخلق. الآن, طيب, أنا هذه القارورة يمكن أن أحملها بيدي لأنها خفيفة. ولكن الطاولة أحتاج إلى من يعينني على حملها. المبنى أحمله وحدي، 20 يحملونه. طيب هذا الكون عظيم جدا. نعم له موجد. مثل مثلا إذا نظرنا إلى السيارات مثلا فولكسفاجن، هل هذا يعني بأن صاحب الشركة هو الذي يصنع السيارات؟ مصانع كثيرة. هذا الكون كبير جدا، يحتاج إلى من يصنعه، صح؟ لما لا يكون الذي يصنعه شركة من الآلهة؟ هذا نعم أقر بأن الصانع مؤسسة، لما لا تكون مؤسسة من الآلهة؟ لأن الكون عظيم،
كبير جدا. رقم معايا صح؟ طيب القرآن